كلمة السيدة هندية مرواني صاحبة السؤال رقم 393 فلتتفضل. شكرا سيدي الرئيس. سيدي الرئيس المحترم، السيدة والسادة أعضاء الحكومة، زميلاتي زملائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرسوم التنفيذي 296/06 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006 المتضمن كيفية التنازل على الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاريين والمستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح من جانفي 2004، وكذا القانون المتعلق بمطابقة البنايات 15/08 المؤرخ في 20 جويلية 2008، بالرغم من المراسيم التنفيذية التي سنت لتمكين المواطنين من امتلاك السكنات وتسوية الإشكالات العقارية المختلفة، ونخص بالذكر هذه المراسيم التنفيذية السالفة الذكر وعليه، ففي الوقت الذي تراهن الدولة على هذه القوانين لتحصيل الأموال العالقة لتمويل المشاريع في مجال السكن، لا سيما في هذا الظرف المالي الصعب وترقية السياسات العمرانية، نسجل ومع الأسف أن مختلف الإدارات المعنية كإدارة أملاك الدولة، دواوين الترقية والتسيير العقاريين والحفظ العقاري ومسح الأراضي لا تواكب ما تسنه الحكومة ووزارة السكن من تعليمات وقوانين. معالي الوزير المحترم، يسجل تأخر كبير في التنازل عن السكنات الاجتماعية، هل يعقل منذ سنة 2016 لم يستلم المستفيدين عقودهم ولا يدفعون الإيجار لكونهم استفادوا من مقررات البيع؟ فلجان الدوائر وبغرض الإسراع في العملية قامت بإصدار مقررات البيع، لكن بقيت ملفات المواطنين عالقة بين مديرية أملاك الدولة والدواوين العقارية للحصول على عقود الملكية الفردية، لأن عقود الملكية الجماعية وتحويل الوعاء العقاري تعرف تماطلا كبيرا. وعليه معالي الوزير المحترم، أرفع لكم هذا الانشغال وأطلب من سيادتكم التدخل لمعالجة هذا الملف الذي يؤرق المواطن ويحرم الدولة من تحصيل أموال في مثل هذه الظروف الصعبة، الظروف المالية الصعبة لمواصلة التكفل بالسكن، وشكرا. شكرا، وأحيل الكلمة الآن إلى السيد وزير السكن والعمران والمدينة ليجيب عن السؤال فليتفضل. شكرا سيد الرئيس، سيد السادة الوزراء، سيدات السادة النواب. طرحت السيدة النائب المحترمة مرواني هندية من خلال سؤالها إشكالية التأخر الملحوظ في التنازل عن سكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وعليه يشرفني أن أحيط سيادتكم بالتوضيحات التالية. إن عملية تحويل ملفات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التي كانت تطلع بدراستها والبحث فيها لجان الدوائر إلى اللجان التابعة لذات الدواوين قد أظهرت نتائج جد إيجابية، ليس من حيث عدد الملفات التي تم الفصل فيها فحسب، بل أيضا بالنظر للمدة القصيرة التي أصبحت تستغرقها هذه اللجان في عملية التنازل، ناهيك عن تخفيف الإجراءات وحذف بعض الوثائق التي كانت تؤرق المواطنين في التنقل من إدارة إلى أخرى، وهذا ما يدخل في إطار القضاء على الأساليب البيروقراطية. وقد عرفت هذه العملية التي انطلقت عبر كافة دواوين الترقية والتسيير العقارية ما يلي: أولاً، أذكر في إطار القانون 81/01 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية،
فإن عدد السكنات المتنازل عنها إلى حد الآن 432,725 سكن. عدد المحلات المتنازل عنها 54,092 محل. ثانياً، في إطار المنصوم التنفيذي الذي ذكرتيه رقم 03269 المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسوير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004، فإن عدد السكنات المتنازل عنها هو 239,416 سكن، وعدد المحلات المتنازل عنها هو 20,954 محل. ليصبح بهذا العدد الإجمالي للأملاك المتنازل عنها إلى غاية 10 سبتمبر 2020 هو 747,187 ملك عقاري، والعملية لا تزال متواصلة، حيث تم تعميمها إلى كافة الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-135 المؤرخ في 4 جوان 2018. إلا أن فعلا عملية التنازل التي ترتكز أساسا على عمل مشترك بين دواوين الترقية والتسيير العقاري ومصالح أملاك الدولة قد تعرف أحيانا بعض التأخر، ما رده بطء عملية تقييم الأملاك العقارية من جهة الموضوعة للتنازل التي تقوم بها مصالح أملاك الدولة على مستوى الولايات، والتي من حين لآخر تستغرق أجالا غير مقبولة حقا نظرا لكثافة هذه أشغال هذه المديريات الولائية. كما أشير إلى أن العائق الرئيسي أيضا أمام حصول المواطنين على عقود ملكية سكناتهم يعود أيضا إلى عدم تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية الأصلية الخاصة بمشاريع السكنات موضوع التنازل، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الإدارات والهيئات المعنية. والسيد الزميل هذا الصباح كان جاوب جزء من هذا السؤال، العمل جاري على مستوى الحكومة على مستوى الإدارات والوزارات المعنية لتخطي هذه الصعوبات. وللإشارة فإن العملية تعرف متابعة منتظمة من طرف مصالح الوزارة وتخضع دوريا للتقييم للوقوف على كل ما من شأنه عرقلتها. آملا أننا وفقنا في الإجابة على انشغالكم. شكرا على حسن الإصغاء. شكرا سيد الوزير. أحيي الكلمة للسيدة هندية مرواني للتعقيب، تفضل. شكرا معالي الوزير على الإجابة الوافية والكافية وعلى كل المجهودات الجبارة التي تبذلونها في قطاع السكن، لكن يعني ما يسجل يعني وحسب يعني شكاوى العديد من المواطنات والمواطنين هو التماطل الكبير في التكفل في بعض الملفات، يعني إذ من غير المعقول أنه يعني نجد ملفات عالقة منذ سنة 2016، حيث نجد المواطنين لديهم قرارات البيع ولا يدفعون الإيجار. هذا رايح يحرم الدولة من تحصيل مداخيل جد مهمة يعني بإمكانها أن تستغلها في إنجاز سكنات جديدة. ولكن يعني نظرا لضيق الوقت سوف أتقدم لكم معالي الوزير بتقرير مستفيض حول كل انشغالات المواطنين بولاية سطيف حول ملف السكن، وفي الأخير ندعوكم لزيارة ميدانية لولاية سطيف، وشكرا. شكرا. وأحيي الكلمة للسيد وزير السكن والعمران والمدينة للتعقيب، تفضل. شكرا سيد الرئيس. مرة أخرى حقيقة هو ملف متابع من طرف الوزارة بدقة، هناك بعض الصعوبات. هو في حقيقة كله ملف عقود الملكية بصفة عامة، حتى ما قلت له حول قانون 08-15 كل هذا الملف نعمل بين ثلاث قطاعات أو أربع قطاعات لتخطيه مع حلول جذرية. أما بالنسبة للناس اللي عندهم قرارات بتنازل من منذ 2016 فمن طبيعي لما يخلصوش الكرة، لأن قانونا هما 2016 راهم شراو الملك
ما بقى الا العقد، هذا ما كان، ما تقدرش تقول للناس عاود تخلص الكرا وهو ديجا دار العقد او عنده القرار بالبيع، هذا هو الفرق يعني. ما يبقى الباقي احنا مع هذا العمليه، نظن تتذكروا ان حتى وزاره السكن دارت عمليه اعلاميه كبيره على مستوى كل وسائل الاعلام الثقيله لحث المواطنين على اقتناء هذه السكنات وننتهي منها كسكنات مسيره من طرف الدواوين تصبح املاك للمواطن، العمليه جائريه. اما بالنسبه للزياره كما قلت الاخت من جيجل ستيف ثاني عزيز علينا ومرحبا ثاني ماذا بينزور ان شاء الله هذه الولايه وسوف ابرمجها ان شاء الله عن قريب. شكرا. شكرا سيد الوزير.